وينضم معنا من الرياض خبير الاعلام السياسيه الدوليه الدكتور عبد الرحمن زهيان. دكتور عبد الرحمن، مساء الخير واهلا بك. كيف تصفون هذا القرار بتدخل المملكه العربيه السعوديه ورفع العقوبات الامريكيه عن السودان؟ اسعد الله مساءك. ورفع العقوبات هي انتصار للدبلوماسيه السعوديه وشقيقاتها من دول الخليج العربي. هذه المساله اخذت حوالي 16 من المفاوضات، وكانت نتيجة تلمس خادم الحرمين الشريفين إلى حجم الضرر الذي وقع على الشعب السوداني ومدى حرصه على رفع هذه العقوبات لازدهار وتقدم هذا المجتمع وهذا الشعب الشقيق. أيضا يدل رفع العقوبات على حجم تأثير الدبلوماسية السعودية في علاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، وذلك على المستوى الدولي. هو انتصار وأيضا فرحة لكلا الشعبين والحكومتين السعودية والسودانية. أيضا دكتور يعني عبد الرحمن، لربما تشاركني في هذا الجانب، بأن المملكة العربية السعودية وبعلاقاتها مع شقيقاتها ومنها السودان، ما يهم السودان هو يهم المملكة العربية، وما يهم المملكة هو يهم السودان كذلك. بالتأكيد عندما نشاهد المجتمعات العربية والإسلامية، مجتمعات مزدهرة، مجتمعات في سلم ومستوى المعيشي مرتفع ومستقر، هذا هو ما يبهج الحكومة السعودية والشعب السعودي ويبهج كل عربي ومسلم. نريد الاستقرار ونريد الحياة الكريمة لكل شعوب العالم العربي والإسلامي. أيضا دكتور عبد الرحمن، العلاقات سواء الاقتصادية أو السياسية بين المملكة العربية السعودية والسودان والتحديات أيضا التي تواجه البلدين في الإقليم والمنطقة، يجعل أيضا هناك ملفات لربما جعلت المملكة العربية السعودية يعني بعلاقاتها ودورها الفاعل أن تثني أمريكا لرفع العقوبات وتثنيها عما كانت عليه السودان. بالحقيقة هذا هو المقصد والهدف. كانت مرحلة طويلة وشاقة من المفاوضات لرفع العقوبات الاقتصادية، والتي يعني استأثرت باهتمام المملكة. مثل رفع العقوبات الاقتصادية سيؤثر على حركة التنمية بشكل كبير، خصوصا فيما يتعلق بالزراعة، بالصناعة وحركة التجارة. الكثير من السلع والكثير من القطع الغيار اصبحت يعني تالفة في الكثير من المؤسسات والمنشآت السودانية نتيجة لهذه العقوبات. الان سوف تصبح متوفرة في الاسواق السودانية، وايضا يسمح الى فتح الاستثمار وعلاقات اوسع بين الدول في الإقليم، بالسعودية، بالدول المجاورة للسودان كمصر وغيرها، لأن لم تكن مثل هذه الفرصة متاحة في ظل هذه العقوبات الاقتصادية. تنقل الأموال، تنقل التقنية، تنقل السلع، وهذا يعني ما وضع السودان لمدة 20 سنة تقريبا في ضائقة شديدة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن تسير الأمور فيما يخدم السودان الشقيق وما يخدم أيضا جميع الدول المجاورة والعالم العربي والإسلامي. خبير الإعلام السياسي الدولي الدكتور عبد الرحمن